زمان كانت الموديل هي عنوان اي فيديو كليب، وكان مهم جدا ان الموديل تكون شكلها مختلف وجذابه. وفي بعض النجوم اللي استعانوا بزوجاتهم كمودلز في كليباتهم، من النجوم دول الميجا ستار عمرو دياب. عمرو قدم كليب أغنية ما تخافيش مع زوجته وقتها الفنانة شيرين رضا، وتم تصوير الكليب في الشقة اللي كانوا عايشين فيها وقت زواجهم. ومن الفنانين اللي عملوا كده كمان الفارس عاصي الحلاني، اللي استعان بزوجته ملكة جمال لبنان سنة 89 كولات بولس في عدد من كليباته كموديل حتى قبل زواجهم. وظهرت كولات بجانب عاصي لأول مرة سنة 94 في كليب وأنا مارق مريت من إخراج فواز جابر. ومن اللحظة دي بدأت الأخبار تتناول قصة حبهم اللي بدأت بعد تصوير الأغنية، لكن عاصي كان بينفي طول الوقت لكنه عقد سنة 95 جوازه على كولات. واستمر ظهور كولات إلى جانب عاصي في كليباته، وظهرت للمرة الثانية سنة 96 في كليب يا ناكر المعروف من ألبوم يميمة من إخراج فواز جابر. ومن أشهر الكليبات اللي ظهرت فيها كولات إلى جانب جوزها عاصي الحلاني كان سنة 98 في أغنية عزبوني من ألبوم أحلى العيون إخراج رجا زهر. صابر الرباعي كمان استعان بزوجته إخلاص في تصوير أغنية كش ملك سنة 2013 من إخراج فادي حداد. إخلاص هي الزوجة الثانية لصابر الرباعي، وظهرت معاه كموديل في الأغنية لأول مرة، واعتبر صابر الرباعي إن هي دي المرة الأولى والأخيرة اللي تظهر فيها زوجته في أعماله. من أكتر الفنانات اللي عملوا كده كمان كانت المطربة أصالة نصري، اللي من ساعة ما اتجوزت سنة 2006 من المخرج طارق العريان وهي بترفض الظهور إلى جانب أي شخص في كليباتها إلا طارق. وظهر العريان بجانب أصالة في كتير من الكليبات، منها أغنية بين إيديك اللي ظهر فيها معاها سنة 2006 وكان كليب من إخراجه، وبعدين ظهروا تاني في كليب أكتر وبيسمحوا لي الكل وغيرها. المطربة أنغام هي كمان لجأت لنفس الحيلة، وده بعد ما استعانت بجوزها السابق الموزع الموسيقي اللي بيحمل الجنسية الكويتية فهد، وده كان في تصوير أغنية بحبك وحشتيني سنة 2005 من ألبوم بيحمل نفس الاسم. وظهرت أنغام في الكليب وهي حامل بطفلها عبد الرحمن اللي أنجبته من فهد، وكان ظاهر عليها علامات السعادة لظهورها بجانب جوزها، وقالت أنغام وقتها أنها سعيدة لوجود فهد معاها في الكليب، خاصة أنه اقتنع بالفكرة بعد محاولات كتيرة لدرجة أن المخرج هادي باجوري اتدخل علشان يقنعه. رامي صبري كرر نفس الموضوع رغم انه ما كانش يعرف، وده حصل لما ظهرت شيرين عادل زوجة المطرب رامي صبري سنة 2012 في كليب في اغنيته مش فاكر ليك اللي غناها مع المطربة السورية اصالة. وظهرت شيرين في الكليب في الجزء الاخير منه في صور حقيقية للخطوبة، وقال رامي انه اتفاجئ بظهور زوجته في تصوير الاغنية وانه ما كانش يعرف، وان الموضوع كله كان مفاجأة من طارق العريان.